أصوات. الجوهر ديال الموضوع ديال هذا الإقلاع عن التدخين، الإرادة اللي هي فعلا داك الوقيته اللي كيبان لنا أن التمادي في التدخين ما بقاش خدام لنا، لأن داكشي اللي كنخسرو أكثر من داكشي اللي كنربحو. النقطة الأولى. النقطة الثانية، وهذا فعلا المدمنين اللي كيتوفقوا في الإقلاع هما اللي تيجلسوا مع راسهم وتيشوفوا جميع كيديروا واحد القائمة ديال المواقف، الأماكن اللي فيها هذاك المخدر وكيتفاداوها. هذيك القهوة فيها الكارو ما غاديش نبقى نمشي لها واحد هذا. هذوك الناس اللي تيكيموا غادي نفسر لهم انه غادي يسمحوا لي، ولكن ما غاديش ممكن نجلس معاهم في اللحظات الاولانيه. فهاد المساله هذه هي صعيبه شيئا ما، لان بالنسبه لواحد العدد ديال المدمنين بحال داك الريزو سوسيال ديالو ما كنحيدوه ليه، يعني البلايص اللي كان كيبغي يمشي ليها ما غاديش مازال يقدر يمشي ليها. فهنا فاش كتجي الاهميه ديال تعويض شيء بشيء. غادي نولي مثلا نخرج شي شويه على برا، يضربني البرد، ندير شي انشطه اخرين الى غير ذلك، نعاود نشوف شي صحابي او الاقرباء اللي ما بقيتش كنشوفهم بزاف، اللي ما غاديش يتطرح هذه الاشكاليه ديال التدخين قدامي الى غير ذلك. مع مرور الوقت وفاش الاقلاع صافي تيولي مرسخ، نقدروا كما سي حسن يقدر يجلس في شي بلاصه اللي فيها الكارو، على ليميت غتبرصطوا هذه القضيه. يعني ما غاديش يبقى داك الاوتوماتيزم الحميد، غيكون صافي ترسخ تكرس، ما غيبقاش داك الاوتوماتيزم الخايب الاولاني ديال صافي غادي تبان لي باكيت الكارو، اولا غادي نشوف شي حاجه عندها علاقه بالسجائر، اولا غنشم ريحه الكارو غتجيني الشهوه. لا صافي، مي دائما الحيطه والحذر. فاش كنكونوا حنا بحال قلتي عشنا واحد التجربه ديال الادمان اللي دامت واحد المده، بحال كنقولها دائما سويريتا وتقيبه ديال راه عندنا واحد المساله، واحد الطرق، واحد النقيشه في الدماغ ديالنا، ما خصناش يعني كتتح لك الفرصه كتمشي، يعني من هنا كتجرب من جديد. ما الواحد ما يتغرش ويقول واكارو ما جاب، غادي يدي وغادي يجيب، خاص ما يكون حتى شي كارو. اولا مثلا في المثال ديال هذا الكحول، وكويس مره في العام راس العام هذا ماشي مشكل، لا غيكون كاس ثم كيسان ثم عاد اليكم من جديد، ثم غادي نكونوا في لا ريبيتيسيون ديال هذاك لو سيركوي الاولاني. دونك دائما الواحد يحضر العك مع راسو باش ما يتغرش عاوتاني.